بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على طلب بعض الشباب اللي كانوا عم يتابعونا على الفيسبوك، أعطينا بعض الأشياء بالإكسل، ولكن في البعض طلب مني إعادة بعض الأمور بطريقة أبسط. وإن شاء الله رح نكون معكم بدرس صغير كل يوم، مش رح يكون أكتر من 3 دقايق إن شاء الله. فمنلاحظ هون إذا عم نحكي كمصروف تموز أب أيلول، 800 دولار 800 دولار 500 دولار، بدي طلع أنا المجموع. كيف أعمل تمرين وطلع المجموع؟ فأنا رح أمحيه من هون، أرجع أقول إيجال، أو بالطريقة الأسهل، في طريقة أسهل بكتير اللي هي نروح على الأوتوسوم، على المجموع التلقائي، بيجمع لي 1 2 3، بعمل إنتر، جمع لي إياهن 2100 دولار. هلا في طريقة تانية بنتبعها أحيانا، أوكي، بنكتب إيجال، بنروح نفقس على أول خلية شيفت بلس، بنحط بلس على تاني خلية شيفت بلس، على تالت خلية كمان بنطلع المجموع. أوكي، هذه الطريقة. معدل المصروف الشهري، كيف بدي أعرف معدل المصروف الشهري؟ كمان رح أمحي الخلية هيدا، أوكي، وروح على الأوتوسوم، سوري، روح على الأفريج، ومنطلع المعدل العام. المعدل هو المفروض، منروح على الأفريج، وبيطلع عندي الأفريج للشهر أول تاني تالت. أكيد ما بعلم 4 خلايا، لا، 3 خلايا بس اللي هني تموز أب أيلول، وبعمل إنتر، بيطلع المعدل المصروف الشهري 700 دولار. هو كلام منطقي، أكيد دائما بستعمل منطق بالشغل، 500 800 800، المنطق إنه يطلع 700 مزبوط صحيح. أوكي، فبالطريقة هيدي بنكون عملنا المجموع والمعدل المصروف الشهري. شو بتفيدنا هيدي الطريقة؟ بتفيدنا هيدا إنه كأنه عم بعمل مثل البرمجة، لأنه تجمع بشكل مستمر. حتى لو غيرت الأرقام، غيرنا مثلاً 700، لاحظنا أن المعدل أو المجموع، رح نصفر مثلاً هون، لاحظوا صارت 1300 مجموع المصاريف. مصاريف مثلاً هون حطينا 0 0 0، صارت المصاريف كلها 0. لو حطينا المصاريف مثلاً 10 ب10، صار مجموع المصاريف 20، ومعدل المصروف الشهري 7 دولار. أوكي، لاحظنا أنه حطينا هون مثلا 500 دولار، يعطينا بعدين معدل المصروف الشهري 173 دولار، والمجموع 520 دولار. فبالطريقة هذه أنا بكون عم برمج لأنه أشتغل شيء ثابت. والإكسل برنامج كتير حلو ومفيد بكل العمل، المؤسسات بشكل عام. والله يعطيكم ألف عافية، وشكرا لحسن استماعكم. أتمنى مشاركة هذا الفيديو مع الجميع، مع الأصدقاء، لحتى نستفيد منه. وإن شاء الله كل يوم بيكون في عنا درس صغير ومنستفاد شغلات جديدة، ونحن على السمع إذا حدا عنده أي سؤال لحتى نجاوبه. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم.